استكمالا لثورة تشرين وامتدادا لثورة 25 من شباط عام 2011، اكتظت شوارع وساحات العديد من المدن العراقية بالمتظاهرين المطالبين باستعادة وطنهم من براثن الفاسدين، الرافضين للطبقة السياسية العميلة وعبثها بمصير البلد، المرابطين في الميادين منذ 5 أشهر هو عمر ثورة أقضت مضاجع الفاسدين وأسيادهم. 25 من شباط من عام 2020 امتداد طبيعي لما حدث قبل 9 سنين في تظاهرات خرج بها أبناء العراق الأصلاء في أكثر من 50 مدينة عراقية. استخدمت السلطة حينها كما اليوم القوة المفرطة لقمعها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. واليوم يعاود العراقيون الكرة ليؤكدوا أن شعلة الثورة ما زالت متوهجة، وأن الرياح الصفراء لم تستطع أن تطفئ غضبة العراقيين أو توقف صولة شبابهم المنتفض. سلمية فتت في عضد الأحزاب الفاسدة، وثبات أذهلهم عن معرفة كيفية التعامل مع ثوار لم تثنهم رصاصات الغدر وقنابل الغاز وعمليات التغييب والاعتقال التي صارت منهجا ثابتا للقوات الحكومية وميليشياتها. مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمخطوفين ثمن غال قدمه الثوار رخيصا لأجل وطنهم، ضاربين أروع الأمثلة في الصمود والعزيمة على إسقاط النظام الفاشل وإعادة العراق لأهله. التخلص من نظام المحاصصة الطائفية بكل ما يضمه من أحزاب فاسدة وميليشيات دموية، وإلغاء الدستور الذي وضع على عين المحتل، وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة العملية الانتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة وشفافة بإشراف دولي بعد إقرار قانون انتخابات جديد ومفوضية مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أهداف رافقت ثورة تشرين منذ انطلاقتها لم يحد عنها المرابطون في الساحات، وعينهم ترنو إلى عراق شامخ يحتضن جميع أبنائه البررة تحت خيمته الواحدة، ليعيدوا بناءه من جديد ويستعيدوا مكانته التي يستحقها. طالب وطالب علمه علم علينا علمه علم علينا.